تراجعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2321 دولارا و18 سنتا للأونصة، وصعدت الأسعار بنحو 4% خلال هذا الربع. كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2331 دولارا و90 سنتا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29 دولارا و7 سنتات، وصعد البلاتين 1.1% إلى 998 دولارا و15 سنتا. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب فصلية. كما قفز البلاتينيوم في المعاملات الفورية 1.6% إلى 944 دولارا و40 سنتا.